بعد 4 أشهر من القصف والقتل، تنسحب قوة الاحتلال من عدة مناطق في شمال غرب غزة لتكشف عن حجم الحقد والدمار الذي خلفته خلال الأشهر الماضية في بيوت المدنيين. أما ذنبهم فأنهم أصحاب هذه الأرض. يعملوا في الدور هيك، إيش ذنبنا إحنا؟ إيش ذنبنا؟ يقولوا لنا إيش ذنبنا هيك دورنا تروح كلها؟ يعني بالموت لما كنا نجيبهن. حرام عليهم، هيك دورنا، طلع دورنا هيك، ايش ذنبنا احنا؟ من وين بدنا نعمر؟ مين بده يعمل لنا؟ مين بده يسوي لنا هيك؟ حرام عليهم، طلع الدور هيك بنلملم اغراضنا، صرنا بالشوارع قاعدين. حقد ما بعده حقد بحسب سكان القطاع الذين وجدوا بيوتهم اثرا بعد عين، مؤكدين انهم خبروا دائما قصفا وقتلا وتشريدا من قوات الاحتلال، لكن الجرائم التي ارتكبت اليوم بحقهم هي الاكبر حجما على حد تعبيرهم. يعني شيء ما بتخيلوش العقل، لم يبقوا اي شيء زي ما انت شايف حواليك، يعني شيء لا يوصف. الحمد لله على كل حال، ايش بدنا نحكي، يعني إشي عمرنا ما كنا نتخيله في التاريخ بصير. أسوأ شيء في الدنيا. يؤكد الفلسطينيون هنا أن الأحياء السكنية والبنى التحتية المدمرة في القطاع قد تحتاج لجيل كامل لإعادتها كما كانت قبل بدء قوات الاحتلال حربها ضد المدنيين. البلد هذه الدمار اللي فيها لما بدك تزيله بدك سنين، بدك أعمار، يمكن أولادنا يقدروا يشيلوا الدمار، اما احنا فيش. انا رحت على بيتي مدمر، جارنا مدمر، اولادنا تصاوبوا واستشهد منهم، شوارعنا مجرفه، بيوتنا انتكبت، بنيه تحتيه ما فيش. على الرغم من كل الدمار الذي لحق ببيوتهم، يزداد الفلسطينيون تشبثا بارضهم ويرفضون مغادرتها ويمنون النفس بمستقبل أفضل لهم ولأولادهم، فما تزال ثقتهم بربهم ثابتة لا تتزعزع. بركن لهم شملنا إن شاء الله، والله يرحم الشهداء، والدمار اللي صار ربنا إن شاء الله بعوضنا بأحسن منه إن شاء الله.